معانا على التليفون الاستاذ طارق راشد، رئيس مجلس اداره نادي وادي دجله. استاذ طارق، اهلا بحضرتك، منورنا. اهلا بيك. اهلا كابتن هاني، ازيك؟ صح، بخير الحمد لله. يعني من ايام اتكلمنا على مبادره ايجابيه جدا لتحفيز الناس على البقاء في بيوتهم ومواصله التدريبات، رغم كده عملها وادي دجله النهارده مبادره تبرع سواء في القاهره او الاسكندريه لجهتين مختلفتين، سواء الموظفين باليوميه المتضررين او اطفال الشوارع. عايز اعرف تفاصيل اكتر عنها. تمام، هو زي المبادره بنكمل برضو دورنا المجتمعي كمؤسسه وادي دجله ومجلس ادارتها، بنقدم برضو او بنساهم، وده دعوه لكل الناس ان هي اللي يقدر يعمل حاجه يعملها حاجه ايجابيه. انا بنساهم ان احنا ننافس تعليمات الدوله ونخلي الناس تبقى قادره على الالتزام ان هي تقعد. دي حاجه بسيطه من مؤسسه وادي دجله للعماله اللي موجوده، وكمان دي مؤسسه فيس لملاجئ اطفال الشوارع. بنحاول نقدم حاجه نساعد، والمفروض ان كل الناس اللي يقدر يعمل حاجه يعملها عشان نعدي الازمه دي على خير ان شاء الله. هل على مستوى اللاعبين في اي خطوات ممكن تتخذ على مستوى المرتبات او على مستوى التبرع برضو من اللاعبين بالاتفاق مع الاداره، ولا ده ما فيش نقاش فيه حاليا؟ لا، احنا بندرس الموضوع يعني، بس بنحاول طبعا لازم يبقى في توافق مع كل الاطراف كلها. تمام، بنحاول ندرس الموضوع وان شاء الله احنا عندنا مبادره، ودي مبادره ثانيه ان شاء الله مستمرين احنا في المبادرات ان احنا نساعد الدوله في اداء رسالتها ان شاء الله. ممتاز، بشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق راشد، رئيس مجلس اداره نادي وادي دجله، نورتنا من خلال هذه المداخله.